ممكن بقى تقولي لي امتى هتتجوزوا؟ يلا عايزه افرح بيكم. قريب وقريب قوي كمان. على فكره يا دليل، احنا قررنا ان احنا نعمل الفرح عندكم في البلد. الله، بقولك ايه، ما تيجي نجوزك عماد. عماد؟ عماد ده اخر واحد في الليسته ينفع اتجوزه. هو انت عمرك يعني ما حسيتي اي حاجه ناحيه عماد؟ ولا عماد ولا غيره. يا بنتي انا مش زيكم، ما بعرفش كده احس زيكم. هو فعلا، ما هو الاحساس ده ربنا مش بيديه لاي حد. مش كان لازم تقولي لها عقبالك؟ النبي دي مين اللي يتجوزها كده وهي عامله زي البومه؟ استاذ عادل، ليه ما تروحش تمشي مع سلوى؟ مش من الممكن يعني تكون عايزه تنفرد بنفسها ولا حاجه؟ تنفرد؟ تنفرد ايه؟ قومي تنفرد بيها. وهو كذلك. وهو كذلك؟ انت لسانك ده ايه؟ دليلة، مش خايفة جوزك يزعلك عشان خليتيه يتمشى معاها؟ لا يا اختي، ما انا كده برضه بنفذ اوامره. اوامر ايه؟ سيبك من موضوع يحيى ده بقى. طمنيني عليكي انت، امتى هتنقي واحد من الليست الطويلة العريضة وتتجوزي بقى وتريحينا؟ قولي لها يا بنتي، قولي لها عشان انا زهقت من الكلام معاها في الموضوع ده. يا جماعة، انا مش بحس بالحاجات اللي انتوا بتحسوا بيها دي. هو انتوا ما بتفهموش ولا ايه؟ احنا يا ستي ما بنفهمش، وكمان طلعنا ما بنحسش. طب فهمينا انت بقى. ماشي، يعني انا مثلا لو قابلت حد مش هحس ان انا قلبي بيدق، وان انا مش شايفه غيره، وان انا مش قادره استغنى عنه. فاهمه؟ بحس كده ان انا عايزه اضيفه على الليسته بس مش اكتر. يبقى عمرك ما حبيتي يا ندى. يمكن، ويمكن عمري ما هحبه. بس انا اهو كده بقى، هعمل لكم ايه؟ انسه سلوى، تحبي اتمشى معاكي اونسك؟ ولا حابه تتمشي لوحدك؟